السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين تحية الجزائر. قناة سميرة ديزا ترحب بكم في الفيديو تاع اليوم. إن شاء الله راح تشوفوا معايا ميني كيك اقتصادي بمقادير مضبوطة، جد مضبوطة. راح نكيلوا هذا الكيك بعلبة تاع الياغورت، يعني اي وقت تحبوه. والوصفه يعني كما راكم تشوفوا والله تعمر العين وحتى البنه ما شاء الله. نتمنى لكم مشاهده طيبه للفيديو. اذا كان طبعا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد. ادعموني باللايكات وبالتعليقات من اجل المزيد من الوصفات واستمراريه القناه يا احلى واروع مشتركات. نتمنى لكم مشاهده طيبه للفيديو. لتحضير هاد الكيكات الصغيرة في الحجم عندنا مقادير بسيطة ومتواجدة في كل بيت. راح نكيلو بهاد العلبة تاع الياغورت تاع دانون هادي العادية اللي ترفد حوالي هنا مكتوب 95 غرام الوزن الصافي ديالها. خذوا اي يعني قول تحبوه. راح نحتاج الى اذا علبة تاع الياغورت هكذايا. راح نكيلو بنفس العلبة ناخذ علبة تاع الزيت. السكر كيلت هنا نصف تاع العلبه، ناخذ نصف تاع العلبه من السكر. وعلاش؟ لان هاد الكيكات عفوا رانا رايحين نشربوهم في ان سيرو باش ما يجوناش بزاف حلوين. عندي ثلاث بيضات. بالنسبه للفارينه او الطحين الابيض خديت ثلاثه من العلب هذا تاع دانون، ثلاثه تاع العلب. عندي ملعقه صغيره من الفانيليا. السكر اللي ذكرته لكم، تحبوا تضيفوا مبشور ليمون او مبشور البرتقال كيما تحبوا. قلت لكم عندنا انسيغو كذلك نشربوا به هاد الكيكات اللي هو عباره على نص كاس تاع السكر مع كاس تاع الماء نحطوهم فوق النار. بمجرد ما يغلو نحسبوا لهم 5 دقائق الى 6 دقائق ونطفي عليه. راح نحتاج كذلك الى هاد المول هادوما اللي جايين بهذا الشكل، او تقدروا تعملوا في المول العاجب الحجم الصغير. على بركة الله في طريقة التحضير، في وعاء تاع الخلاط راح نحط 3 بيضات. اذا اللي ما عندهمش العجان يقدروا يستعملوا لي باتور عادي. الحلوه هذه ما تحتاج الى خلط كبير. ونذكر الاخوات اللي يقولوا لي يعني احنا ما نقدروش نجربوا الوصفات لانه ما عندناش العجان، نقول لكم بانه العجان هو عباره على اله ولا اداه للخلط. هذا مكان وليس اداه لنجاح الوصفات. يعني نخلطوا بالعجان او بالباتور يعني نفس الشيء. او حتى كاين وصفات ما نستعملوش مي با لو باتور ولا لو بيترا، نستعملوا فقط الفوي يدوي ونشوفوا في الوصفات. يعني باش نقول لكم باللي راهو اداه فقط للعجن. هذا مكان. اذا نبدا نضرب 3 بيضات مع نص علبه تاع السكر من علبه دانون مع الفانيليا. نضربهم شويه. الان نضيف هذاك العلبه تاع الزيت مع الخلط. كما قلت لكم يعني ماشي لازم تحصلوا على خليط يكون رغوي. نضيف العلبه تاع الياغورت. المكونات عندي الفارينه اللي قلت هي 3 علب من علب تاع الياغورت تاع دانون. راح نضيف الخميره اللي كنت نسيت ما ذكرتهاش في الاول، اللي هي عباره على كيس ونصف من الخميره الكيميائيه، خميره الحلويات، يعني بالتقريب 15 غرام. وضروري اني نغربلها، وحتى الفارينه راني مغربلتها من قبل. شوفوا هاد الحبيبات اللي تشكلوا هنا لازم نتخلص منهم هكذا بهذه الطريقه. ونبدا نضيف في الفارينه مع الخلط. نضيف الفارينه كما شفتوا، يعني مقادير مضبوطه وسهله خاصه للمبتدئات. إذا خلاص هنا نوقف
هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. راح تشوفوا هنا معايا هاوليك يجي بهذا الشكل وريحته ما شاء الله، ريحه الياغورت راح تعطيني ذوق وهشاشه لهاد الكعكات كما راكم تشوفون. هذا هو القوام ديالو، مبشور تاع حبه ليمون. تحبوا تستعملوا البرتقال كيما تحبوا، يعني تبقاو محافظين فقط على ذوق تاع الياغورت والفانيليا. القوالب ديالي دهنتهم كامل بشويه تاع الزيت او دهنهم بشويه تاع الزبده ورشيتهم كامل بالفرينه. راح نعمر هاد القوالب بالخليط ديالنا، ولكن حاولوا اننا ما نعمروهمش يعني لين يعني حتى الفوق 3 ارباع فقط، لانهم فيهم الخميره وراح يضعف الحجم ديالهم. ما عمرت القوالب ديالي ندخلهم الفرن ساخن على درجه حراره 160 الى 170 درجه مئويه، يعني ما يحبش فرن ساخن بزاف حتى يضعف الحجم ديالهم ويكتسبوا اللون الذهبي. الكميه اللي دارت لي هاد العجين هذا حوالي 10 من هاد الليمون. الكيكات ديالي ها هما هنا بعد ما طابوا وخداو اللون الذهبي وبردوا، نحاول نديمو ليهم بوسط السكين هكذا، نجوزو كامل على الاطراف هكذا غير بالعقل فقط باش نديمو ليهم بسهوله بدون ما يتخسر لي الشكل ديالهم. ونحاول هكذا نخبط شويه ونحاول نحيهم، لكن نخليهم حتى يبردوا باش نحيهم بسهوله. نخبط هكذا وراح يطيحوا، نحاول اني نخليهم محافظين على الشكل ديالهم. بهذه الطريقه هامليك هنايا انا نكمل نديمو لي كامل الحبات اللي عندي ونرجع معكم للتزيين. الكيكات ديالي بعد ما ديموليتهم ها هو هنايا، ها هو شكلهم كيفاش يجو، يجو خفاف وصدقوني ريحتهم ما شاء الله. عندي هاد لو سيغو اللي كنت حضرته، كما قلت لكم تقدروا تحضروه بنص كاس تاع السكر مع كاس من الماء، وحطيت كذلك شريحه من الليمون وخليته فوق النار لحوالي 6 الى 7 دقائق، يعني بعد ما يبدا يغلي نحسب له 6 او 7 دقائق ثم نطفي عليه واصبح هنا جاهز. راح نشرب هاد لي ميني بسكويت ديالي في هاد لو سيغو هكذا، ندخلهم لداخل نخليهم يتشربوا مليح. كما شفتوا ما حطيناش كميه كبيره تاع السكر فيهم، ونخليهم يقطروا في كسكاس. نكمل كامل الحبات اللي عندي، هاد الكيكات يجوا مشربين، يجوا بزاف بنان، يجوا في منتهى الروعه. بالنسبه للتزيين راح يبقى على حسب ذوقكم واختياركم وعلى حسب شي متوفر عندكم. انا هنا عندي شويه من الجوز الهند المحمص كان بقى لي من واحد الوصفه، فحبيت يعني نستغلو. راح نحط شويه هكذا فقط هكذا على الاطراف، او اذا كان عندكم شويه مكسرات كيما تقدروا تخلوهم هكذا كيما راهم. كذلك عندي شوكولا دوبتها راح نعمل هكذا خطوط فقط. هادو كامل تزيين هذا دائما كما قلت لكم على حساب اختياركم وعلى حساب الشيء اللي متوفر عندكم. المهم انكم تجربوا الوصفه، لانه شفتوها طريقه التحضير تاعها جد بسيطه وسهله، وحتى المقادير كذلك سهله جدا. هاد الفراغ اللي راه في الوسط تقدروا تعمروه باي شيء تحبوه، سواء شوكولا سواء مربى، او ديروا دي غوزاس من كريمه الشونتيي كيما تحبوا. انا راح نعمرهم بشويه تاع المربى تاع المشمش في الوسط هكذا،
راح نكمل التزيين ديالهم كامل، وراح تشوفوه معايا في طبق التقديم. بعد ما كملت التزيين والديكور تاع الكيكات ديالي، ميني كيك ها هو هنا امامكم كما راكم تشوفوا، هادو اللي عملتهم بالمربى. وهادو عملتهم بالشوكولا، عمرت هذاك الفراغ اللي في الوسط بالشوكولا. نتوما تقدروا يعني تحطوا واش تحبوا على حسب الشيء اللي متوفر عندكم. راح نوري لكم تشوفوا الداخل كيفاش يجي يعني القوام ديالهم. ها هو هنا الكيك ديالنا، راح تشوفوها كيفاش يجي الداخل بالشوكولا. هادو هاوليك راح يجي اسفنجي، يجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا، ويجي كذلك مشرب مع ذوق الشوكولا. اذا عجبكم الفيديو حبيباتي ديروا لي لايك وخلوا لي تعليق، وان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. ونتمنى تشاركوني الصور تاع تطبيقاتكم للوصفات على الجروب كويزين تحيا الجزائر على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.